السوق الأسبوعي لجماعة إيجدي بإقليم تارودانت المورد الأساس للمئات من الأسر القروية، غير أن ساكنة حوالي 20 قرية بقبيلة أزكروز تجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى هذه السوق عبر مسالك وعرة تمتد على طول 31 كيلومترا باتجاه إقليم الحوز. تكرسنا طريق قاصحة، الشارجات والحفاري كتكون الشتاء. الشتاء كتقطع الطريق، الطريق مكرفصة. فاش كتكون الشتاء كتقطع الطريق، والمهم على حسب الطريق من سميتو ملي كتفوت الكودرون الطريق كلها مكرفصة للفوق من هنا حتى أزكروز الفوق. حوالي 4000 نسمة تعزل كلما أمطرت السماء، ويزداد ذوق العزلة اشتدادا حين تتوفر المؤهلات الطبيعية ويشيد مثل هذا المأوى السياحي من دون أن يطرق بابه سائح واحد من الباحثين عن جمالية الطبيعة. الإنعاش الوطني تعاون معنا، تدرنا الجهد ديالنا، تدرس بعدا لابيست، الناس كيقضيو الغرض بهذا الشيء ديال الترانزيت. دابا بقينا كنطلبوا على حسب الطريق، راه كتقطع إلا كاين الشتاء الثلج ما كاينش فين يدوزوا لنا، شي واحد مريض، شي مرا حامله. وحنا راسلنا السيد العمال وراسلنا السيد الوزير، وكانت مبرمجه في ديك البروغرام ديال بيمات، ولكن حتى الان راه مازال ما عرفناش المصير ديال الطريق. تنطلبوا من المسؤولين يعجلوا بهذه الطريق هذه، لان في خصوص فصل الشتاء راه تتسد الطريق. الدراسة التقنية لإنجاز هذه الطريق جاهزة، والحاجة إلى هذه المنشأة الحيوية ملحة لفك العزلة عن هذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات سياحية مهمة. هي القريبة من جبال تبقال وبحيرة إفني، تأمل ساكنتها في أن يقترب موعد انطلاق أشغال بناء الطريق.